نشوف شو بدنا نجمع اليوم مصاري. بدي اكل واشرب فيهم ب 13000 ليره سطل تنجي وسائل جلي و13 26000 للمصلحه كلياتها. يعني قرب نغسل لك سيارتك بس ب 3000 ليره. معلم في مجال نغسل لك سياره؟ 3000 قد ما بدي بعبي يا مغيث. هيا عم ندعمك. ها سطر روح رح سطر رح سطر رح سطر رح سطر. انا فرطت تمام. سلم ايديك يا رب على راسي قد ما بدك. معلم قلبت مي لا خلص يلا تاكل والله كل العده جديده. والله بتوجع وبتعب على راسي. الله يسلمك. حسيت حالي عم تعطيني رشوه معلم. 15 20 انا ما تغديت ولا تعشيت ولا فطرت. بدي نص كيلو لبنه الله يوفقك. نص صحن بيض صبح محمص مخلل. موضوع الحلقه اليوم عن كيف الشعب السوري عايش بالرغم من الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عم صايره بالبلد ورغم قانون قيصر ورغم ارتفاع الدولار مشاكل كل العالم يعني. فحبيت هيك اعملكم تجربه اجتماعيه عن موضوع الشغل بسوريا. الشغل اليوميه يعني الشغل اليوميه يعني اذا اشتغلت باليوم بتاكل وبتشرب، اذا ما اشتغلت باليوم ما بتاكل ولا بتشرب. غسيل السيارات يعني هدول اللي بيغسلوا السيارات بالطريق، حابب اكون واحد منهم وعيش التجربه ليوم كامل. فهلا رايح انا عند مغسل سيارات قريب من بيتي، بدي اساله قديش عم ياخذ عن غسيل السياره من برا ومن جوا. انا طبعا بدي اغسل السياره من برا، انه بدي اشوف حدا بالطريق اغسل له سيارته واقول له انه هذا سعر خاص يعني عشان ما يروح على المغسل انا بغسل له اياها. طبعا ميسو عم تساعدني من ورا الكاميرا. حلوه الفكره. كان تفاعلهم حلو على الموضوع. بنجرب لهم الدهان، جار، حداد، كهربجي، شوفوا كيف الشعب عايش. كيفك شو اخبارك؟ طلب 8000 ليرة غسيل السيارة من برا ومن جوا. اعتبار هون 8000 من برا ومن جوا. حناخذ هلا من غسيل السيارات للعالم ناخذ منهم 4000. نشوف شو بدنا نجمع اليوم مصاري. لأنه بهالمصاري اللي أنا حجمعها شو بدي أعمل يا حزرة؟ بدي آكل وأشرب فيهم. بقدر يا ترى إني أنا جمع مصاري ولا ما بقدر جمع مصاري؟ ما حدا بيعرف. فلازم تتابعوا الحلقة للأخير ولا تنسوا اللايك العجيب وخلونا نبلش هلا. هلا هي اخذت الممسحه ب 6000 وقديش قلت لي عمو؟ 6500 وهي ب 13000 ليره سطل. هلا بقيان الصابون والممسحه والليفه والقصص هي اسفنجه وسائل جلي 4000 وهي 500. طيب وشو ضل عنا؟ الممسحه هي مشان على الناشف. هي على الناشف هي قديش عمو؟ 2000. طيب قديش هلا بصيروا كلهم مجموعين عمو؟ و13 26000 للمصلحه كلياتها يعني. هلا بنروح بقى بنشتغل هالشغله ونطلع مصاري. الله يرزقك يا عمو ويسلم ايديك. الله يخلينا اياك. المهم لقينا طلبنا ونبلش بهالمصلحه. السلام عليكم. الله يسلمك. شكرا كثير لكم. قرب نغسل لك سيارتك بس ب 3000 ليره. هرجع احط بعض الاغراض وجاكيتي بقلب السياره. بدنا نعبي مي من عند في حدا هيك بيساعدنا بتعبايه مي. خلينا نحط اغراضنا بقلب السياره مع الجاكيت. سيارتي بدها غسيل. بدنا نلاقي حدا نغسل له سيارته ويوافق ويعطينا مصاري مو ببلاش. ما بنشتغل ببلاش نحن. السلام عليكم. معلم في مجال نغسل لك السياره؟ قديش تاخذ؟ 3000. 3000 ايه غسيل؟ غسيل من برا بس. ايه لا من عيوني والله. يلا يلا خلاص يلا اعبي مي واجي لك. تعال نعبي مي. بدنا نفرض هاي القصص. والله انا مالي بهالمصلحه. شو يلا بدنا ناكل. بدنا نعبي مي. زكاتك خرج؟ خرجت عبينا مي. يلا هاي بربيش. اعطيني المي بعد اذنك. اي واحد من الجيران اعطانا بربيش ومي. قد ما بدي بعبي. راح احتل هالمنطقه اليوم. والله كفو. لحظة لحط الساعة قبل بالسيارة. لسه بكير الساعة 11 الصبح. يا مغيث. والله معلم هون بدي حط الفرايط والكذا. هي عم ندعمك. ها هلا بنعمل هيك وبنترك له اياها السيارة. شو رأيك؟ وبنهرب. إذا ما شفت القطافة والنظافة إذا غسلنا 10 سيارات
نطلع ب 30,000 ليرة نروح نشتري فيهم أكل وشرب، شو رأيك؟ تعرفي شغلة؟ جاني ظهري والله ما عم بمزح، هي مشان الواحد يحس بهدول العالم اللي عم تشتغل هي الشغلة، إنه ما لها شغلة سهلة يعني، حتى لو أخذ يعني شو 3000 ليرة؟ يعني عم نحكي نحن تقريبا دولار. عبيها كمان مي وارجع. قالوا لي تعال بقواعي عرق، ما رديت. نعمل لها هي يسموها اخر تلميعه، هيك لساتها وسخه. شو ها؟ هلا بيسبنا. شو هالبقعه هي؟ وبيعملوا مدري شو هالحركه هي. مضبوط عم تشتغلها؟ بدون مجامله، حلو؟ اش دعمه والله وجعني ظهري. قديش اكل غسيل السياره معنا؟ اكله شي 10 دقائق يجي شو؟ يدعينا ويقيم الشغل. كان ناخذ 3000 ليره بالحلال. عم تلمع لمعلات اللي خذي لها اخر صوره مشان احنا سامحني اذا في اي تقصير. شوف معلم بحصى ها. الله يعطيك العافيه. الله بحصى معلم ها. انت ما تسبني وتدعي علي، كله جديد معلم، انت اول غسله معلم. الله يسلمك يا رب. بدك قديش رجع لها؟ 2000؟ اتفقنا 3؟ مبلا اتفقنا 3، ما بتسامحني؟ الله يسامحك. تفضل. سلم ايديك. هي اول 3000 ليره. شوف السياره اللي بعدها. هي احد الجيران اعطاني اياها مشان نحط فيها آل الخرقه نظيفه، سلم ايديك والله. يا رب يا رزاق، تعي نشوف اللي بعده. زيري شو خاطر ببالي فكرة كثير مهمة، انه مثلا نلاقي شي سيارة عليها رقم تليفون، بنقول له لصاحب الرقم التليفون بنقول له انه بنغسل لك سيارتك ب 3000، خرج؟ إذا قال لي ايه ليش مش قاعد اقعد افتل على العالم، بدك غسيل سيارة، بدك غسيل سيارة مو ظابطة. اي والله سيارة. لكن والله وسخة هي بيني وبينك. قال له مرحبا، ايه بغسل لك اياها ب 3000 ليرة، لقيت الموضوع ما عجبك، ما حبيت الغسيل، يلا توكلنا على الله. كفو. هي أمنا السيارة الثانية خلال دقيقتين مشي ها. بدك اغسل لك سيارتك معلم؟ 3000 ليرة عم باخو. 3 رخيص؟ رخيصة عم تخورفوني يعني. ليكي ليكي شو انطرف نظيف، ليكي سيارة. هلا بدل المي، بس خليني اخذ لها اول وش، شكلها هيدا تعذبنا، بدها اكثر من كذا وش، شايفه محلاها؟ نطلعها بتوج وج، راح قال له يعطيني اكثر من 3، بس انا دقيت له قلت له ب3، قال له عذبتني، اذا اعطاني اكثر كثر خيره، لانه عن جد وسخه، يعني بدون مزح. شلون بالله شوفي لي هالمنظر، شلون كانت وشلون صارت، هذا صابون ودلال وهي ثاني سياره، ليكي العرق. خدي لك نظرة للسيارة، حدا قله لصاحبها، إيه أنت عم تصوري أنا اللي عم بمسح واغسل وجيب سطر روح، راح سطر 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 سطر. جاهزة السيارة الله يوفقك إذا تجي بتشوفها، حاسس هون بدها شوي هيك، بدها شيء؟ خلص منيحة، كتر خيري. قالوا لي 3000 ليرة منيح. الله يسلمك يا رب، كان الله ما سبنا بس كانت كثير وسخة. لا حبيب القلب والله، كتر خيرك. الله مثل ما اتفقنا قلت لك انا 3 ايه تحب تكرمني كرمني. سلم ايديك كتر خيرك والله، كتر خيرك على راسي والله، على راسي والله. الله يسلمك يا رب، شكرا كثير، شرفي على اللي بعده. حصلنا 5000 وحصلنا قبلها 3، يعني صاروا 8. هدول كانه مو وسخ، صار لي ساعة عم بفرك فيهم ونشفتها وما خليت شغله. ما بدنا نسلم شغله ما تكون نظيفه. شلون؟ هي مع تنشيفه، انا فرطت. اخذ 3000 والله، بس شوفها معلم، سلم ايديك. 10000
أكيد؟ سلم إيديك. أي 10,000. سلم إيديك يا رب، شكراً. مي. قلبت مي. معلم إن شاء الله ما تواخذني، بس المي على قد يعني. تمام؟ تمام. سلم إيديك يا رب على رأسي، قد ما بدك معلم. والله قد ما بدك. أنا عم باخذ 3 من العالم، في ناس عم تكرمني، في ناس ما عم تكرمني، اللي بدك اياه. الله يسلمك. يعيشوا الايدين كلها شو؟ شكرا لك. حابب ما يغسل العده ونستنى شي حدا بده يصفي. عبينا سطى المي من عنده من الجيران، وبدنا نغير المكان كلياته عشان كله صار بده يعطينا سياراته نغسل لها اياها لان شافونا عم نصور، فغيرنا المكان. تعي ندور على مكان ثاني. غسلت سيارة؟ والله ما معي ربع ساعة. بربع ساعة بخلص لك اياها. بعطيك اربع بساويها منيح. ماشي يا. اذا انا اسويها لا تعمل. لا خلص يلا ليكن والله كل العده جديده. يلا اتكرم الله وكيلك. شوفهم شوفهم خلص. والله انا عدت ثاني. ماشي تكرم عينك. هي لقطنا السياره الخامسه مو؟ هلا في ناس هنيك شافوني من اللي عم يشتغلوا كمان بغسيل السيارات، قالوا لي عم تكتر صابون. قلنا لهم ليش ما نكتر صابون؟ قال لا بتجلغم يعني، بتعرف مو موضوع انه اذا واحد كتر صابون كان شغله منيحه، لا. شايفة؟ أنا كنت حاسب حسابي إنه كل 10 دقائق بخلص سيارة، قام تاري الموضوع بتبلش بعشر دقائق سيارة، بعدين ببلشي نص ساعة ساعة، يعني تخيلي هلا الساعة صارت 4 تقريبا. خلا بتوجع وبتتعب. سؤال إنه يا ترى بعد ما نخلص كل شيء صار اللي بدهم طلعون يا ترى شو بدهم يجيبون أغراض وأكل؟ مطرح ما كنا كانت العالم عم تساعدنا بالمي. هلا هون ندادي على الجيران مشان الله يوفقكم أعطونا مي. هاي مو مني، هاي كأنه شيء دهان من الدهان. هاي مو مني، هي وسخة. الله يعافيكي، وهيك بتكون خالصة. هلا مستنى لها يجي مو ربع ساعة ونغسل سيارة كمان وحاجة سيارة كمان مشان نروح نشتري أغراض. الله يعافيك يا رب. سؤال صغير معلم، هدول ما راحوا معي من التنظيف ليك، حتى فركتهم بأطفري ما راحوا. كولا؟ طيب كولا شلون ما بتروح؟ بخ سيارة كلها من ورا الكولا؟ عارفين مضار الكولا يا جماعة؟ ليكم ما عم تروح بضفري ما عم تروح. طبعا حاولت بالصابون بالمابون بكل هالعدة ما راح شيء. ليش هيك مجلغان؟ وين هي من جوا؟ هذا اللي بقى هي ليك هي ايدي ها من جوا كله فارك لك يا. طب والصابون هذا اللي بقى مجمع؟ هي؟ يعني مو كثير منيحة بس يلا. كتر خيرك، الله يسلمك. دول 4 معلم، انا 3 عم باخو. سامة شكرا كثير حبيبي. حبيبي شكرا لك. مقطع والله على اليوتيوب. الله يعافيك يا رب. الله ما الله يسلمك. 4,000 ليرة اعطانا وسماها الألف الزيادة بخشيش. عشنا وفتنا. هلا هي سيارة صغيرة باخذ نفس السعر مو ميسو؟ ارخص اكثر لانه قال انك سيارتك صغيرة بدي اخذ منك اكثر. 4 ما قلت له 3، قال لي كفو. انا قلت لحالي اذا فاصلني بثانية ها يعني لو قال لي لا معلم غالي كنت فورا بقول له 3. اخر سيارة ويعطيكم العافية. بدنا نجيب اغراض. نجيب اي اغراض لكن لانه ملايين معنا. لا والله ما لي اكل ولا لقمة. ما لي اكل شعر لحم بطني. كل اوبشن على راسي. الله يسلمك. حسيت حالي عم تعطيني رشوه معلم. شكرا حبيبي. الله يسلمك يا رب. حروح هلا نحط الاغراض هدول بالسياره ونروح نشتري اغراض. انا فرطت جوعان والله، اما انا ما بالبالي امسك المصاري وحياه الله. طلعنا من كل غسيل السيارات اليوم هي قدامي 5, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30,000 و31,000 ليرة سوري. فهدول يا قلبي انا ما تغديت ولا تعشيت ولا افطرت، يعني ما فيني انا اروح اكل سندويش من برا لانه ما بيعملوا لي سندويشتين يعني. فشو يا ترى بيجيبوا لي هال31,000 ليرة؟ فرح نحط الاغراض بقلب السيارة ونروح نشتري 31,000 ليرة.
31,000 اذا بدي اشتريها من محلات وسوبر ماركات بتروح المصاري كلها، فبنشتري ارخص شيء. من السورية تجارة، هي مؤسسة للتابعة للدولة. عفوا حنشتري لبنة، جبنة لا ما بدي اشتري جبنة ما بيكفون المصاري، حاشتري لبنة. بدي نص كيلو لبنة الله يوفقك، نص صحن بيض. هي اخذنا بيض الريف نص صحن 9300. خلاص سلم ايديك يا رب. المصاري اللي طلعناهم ما كنا ناكل لا لحم ولا جاج، بدنا نحلبها للوحدة ال 30,000 ليرة. ليكي هي البندورة شلون شكلها؟ تذكرت شغلة، رح اشتري بطاطا مشان نسلق بطاطا. بدنا اكلام ترخيصة يعني. بطاطا وملح طيبة. البطاطا قديش 1900؟ ناخذ نص كيلو، شو رأيك؟ حنحاسب ونقلكم قديش المصاري. كيلو 300 جرام، اوكي. دول قديش وزنهم طلعوا البندورة؟ 300 جرام؟ 18,600. هي 20. شكراً لك شرف. في كسوف اليوم فنحن ما بنطلع على السماء، كله عم يعطي تحذيرات انه ما حدا يطلع على السماء. ناقص 18,600 بضل معنا 12,400. بدي اشتري مسبح وربطة خبز. قديش ربطة الخبز السياحي الكبيرة؟ 3,800. ناقص 3,700. شكراً. شو بيجيبوا لي هلا 2,700 من عندها؟ مسبحة قديش الكيلو؟ صبح محمص مخلل. 7,500. لا خلاص 7,500. نص كيلو، نص كيلو مسبحة. يلا اتكل على الله. نص كيلو مسبحة ونص كيلو حمص وكيس مخلل 7,500. الله يعوض عليك. زاد معي 1,200 ليرة. هلا 1,200 ليرة بنخليهم طوارئ. الله يسلمك يا رب. وحش وحش والله. سلمون كلكم زوس على خير. شكرا يلا تصبح. السلام عليكم. السلام عليكم. بس والله جبنا غراض بتطعمينا بتغدينا لبكره. بس بقيان زيت، هدول شغلات زيت زيتون. والله يا خالتي من نصيبك. مسكي حبيبي. الله يسلمك يا رب. ضل معنا حبيبه قلبي. الله يسلمك يا عمري. ضل معنا 200 ليره. يلا بلا ال 200 شو بدي اعمل ب 200؟ مسكي حبيبتي. مسكي يا عمري انت يا حبيبتي. الله يخلي لي اياكي. الله يسلمك يا رب. طبعا مثل ما لك شايفه هدول كل شيء اشتريناهم بالمصاري. يعني الفكره كلياتها كانت انه نرجيكم الشعب السوري كيف عايش من ابسط الاعمال اليوميه. ان شاء الله رح اصور لكم غير شغلات، حاتركها مفاجات للمرات الجايه. 3,000 4,000 في ناس عطتنا 10,000. والشعب السوري كريم ومضياف. يعني عم بفتل عم دور على مي، العالم كله تعبي عندي مي، تعبي عندي مي. مو بس انا يعني، حتى اللي عم شوفهم عم يغسلوا السيارات العالم عم تساعدهم. في يشتغل نفس الشغله يطلع مصاري. طبعا هي شغله صعبه كثير، ما بقول لكم مو شغله صعبه، انا وجعني ظهري كثير بصراحه. واليوم اللي انا ما بشتغل فيه بجوع بصراحه يعني. بس هذا الشيء اللي عم اشتغله كنت طول النهار انا، بس موضوع اكل وشرب. فهلا الوقت اني اودعكم ونشوفكم بحلقات ثانيه. بحبكم كثير والسلام عليكم. تعبنا كثير وتعذبنا كثير، ولا تنسوا تحطوا اللايك وتدعموا وارف. تدعموني. استناكم بفيديوهات جديده، تجارب جديده. بحبكم كثير. يلا باي باي ميسو. باي. اقسم بال طرشتي. لا مهم ما تكون لتعن امها الكاميرا. وين الغراب حطيناه هنا اخر شيء؟ وين الغراب؟ الله يعطيك العافيه.